للاسف القناه دي وقفت تحقيق دخل، فيها لو كنت حابب تشترك في القناه الجديده اللي هنستمر فيها ان شاء الله الفتره الجايه وهنشوف فيها فيديوهات هتلاقيها في اول سطر في الوصف. لو انت مشترك قديم يا ريت تشترك فيها، ولو انت مشترك جديد عجبك المحتوى يا ريت تشترك في القناه الجديده. بس كده، السلام عليكم واهلا بكم في حلقه جديده من حلقات اليوتيوبر الفشيخ. بقالنا كتير قوي ما قلناش جمله اليوتيوبر الفشيخ، بتحبها فشخ على فكره. للناس اللي بتتساءل ليه انت بتلبس نفس الجاكيت ده في كل فيديو، انا بس حبيت اخد الترند برضو من بعض الناس، والناس دي كانت بتقعد كل فيديو تلبس نفس السويت شيرت نفس الجاكيت زي عبد الله رخا كذا يوتيوبر يعني عمل الحركه دي، فقلت ليه يعني ما اعملش كده بدل ما اقعد افكر البس ايه بقى كل فيديو، فالموضوع بقى اسهل بكتير يعني. للناس اللي ناسيه ايه هي سلسله اليوتيوبر الفشيخ، هي سلسله اللي بنتكلم فيها عن كل حاجه مثيره للاهتمام تخلي قناتك تعلى لفوق، هي كل حاجه مثيره لمثلا الترندات. مثلا نتكلم عن ايه هو الترند الجديد اللي ممكن انت تشتغل عليه، نتكلم عن قنوات يوتيوب مثيره للاهتمام تقدر تستفيد منها وتستفيد من اللي هي بتعمله عشان تعلي قناتك زيهم، حاجات كتير. فلو بتحب السلسله دي يا ريت تدعمها بلايك، عايزين نوصل الفيديو ده 700 لايك. يس ايوه 700 لايك، يا ريت بقى تبدا تعمل لايك دلوقتي عشان نقدر نوصل السلسله دي 700 لايك. وزي ما انتم عارفين لما بنوصل للعدد ده او للعدد اللي انا طالبه من اللايكات بننزل الفيديو اللي بعده على طول من نفس السلسله، فيا ريت لو عجبك الفيديو ده تعمل لايك. ابن سوريا، مين فينا ما يعرفش ابن سوريا؟ ابن سوريا تقريبا دلوقتي بقى حاجه عالميه، اللي هو بقى حاجه انت لو شفتها في الشارع ممكن تنزل تعمله زي ميسي كده، انت فاهم؟ اللي هو الموضوع بقى غريب، في ناس بقت بتعبد ابن سوريا من كتر ما هو بصراحه رهيب في البابجي، مش طبيعي بجد، اللي هو انا مش عارف هو بيعمل كده ازاي. ابن سوريا مش هاكر ومش اي حاجه في الدنيا، ابن سوريا فقط شخص بيلعب بابجي بقاله تقريبا سنه ونص او حاجه زي كده، وده رقم كبير قوي او عدد كبير قوي من الايام، التعود مش طبيعي على اللعبه وسلس جدا، فبالتالي محدش يقدر يقول عليه هاكر او اي حاجه زي كده. ولكن مهمتي انا النهارده افهمك ليه ابن سوريا عالي قوي في اليوتيوب. حاجه مهمه جدا لازم تعرفها عن ابن سوريا، ابن سوريا معليش في يوتيوب من اول شهرين ثلاثه، او ما كانش محترف ببجي من اول شهرين ثلاثه. ابن سوريا قعد يلعب قبل اليوتيوب تقريبا 5 شهور او 6 شهور، وبعد كده لما جه يوتيوب لقى نفسه بيعرف يلعب بقى، فقال لك لما اطلع مهاراتي للناس. ما بداش ببجي، هو بدا بلعبه ثانيه، وبعد كده بدا بالعاب كتير كده ورا بعض، وبعد كده بدا يلعب ببجي. الصور او الفيديو اللي قدامك ده بيوضح قوي ان ببجي وقت ما ابن سوريا بداها ما كانتش ترند نهائيا، ببجي ما كانتش ترند نهائيا. ببجي كانت بتجيب معاه 9000 مشاهده 10000 مشاهده، كان عامل حاجه و20 كيل، معنى كانت حاجه رهيبه جدا، وحتى ممكن يكون ما بيعملهاش كتير في الايام الحاليه، ولكن ما كانتش ترند، فبالتالي مفيش اي مشاهدات عليها 9000 10000 مشاهده. وحتى لو جيت في الوقت اللي ابن سوريا قناته اشتهرت فيها وبقت 50000 وبقت 100000 وبدات القناه تتشهر، برضه فيديوهات ببجي ما كانتش بتجيب تفاعل، برضه مش التفاعل العالي قوي بتاع الايام دي، مستحيل، لان برضه في مثلا من 7 شهور من 8 شهور من 9 شهور حتى من 6 شهور ببجي ما كانتش برضه ترند. ولكن يشاء القدر بقى ان ابن سوريا يقبل فوق وان ببجي تبقى ترند والعالم العربي كله بل العالم كله بقى بيلعب ببجي، فبالتالي ابن سوريا بقت فيديوهاته بتجيب الفيوز اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، شيء مش طبيعي. الموضوع الفيوز اللي ابن سوريا بقى بيجيبها بقى شيء مش بقر يا ابن سوريا والله انت على راسنا كلنا، بس فعلا مليون مشاهدة في يوم مثلا، 900000 في يوم، 100000 لايك فيما فوق، يعني انت بتنافس محمد خالد والناس اللي فوق دي. لو جينا ناخد بالنا ان كل الناس اللي عملت فيديوهات عن ببجي حتى لو كانوا ما لهمش علاقة بالجيمنج، الناس اللي عملت فيديوهات عن ببجي كلها معدية ال 200 300000، كلهم معدية ال 200 300000 مشاهدة عن الفيديو، ماليش علاقة انا بمشتركينهم، حتى الناس اللي مالهاش علاقة ببجي نهائيا، حتى الناس اللي مالهاش علاقة بالجيمنج اصلا، وحتى الناس اللي ما بتعملش حاجة زي كده وما عملتش حاجة زي كده قبل كده، هو بمجرد بس ما هو حاول يركب الترند وحاول يشتغل على الترند هو جاب مشاهدات واتشهر مباشرة، مش محتاج انه يعمل اي حاجة اكتر من كده. بس يعني دي بعض الفيديوهات اللي جابت مشاهدات مش طبيعية بسبب ببجي مع انهم اصلا مش جيمرز. فمعنى كده ايه؟ معنى كده ان اي ترند تلاقيه قدامك بطل كسل واستخدمه حتى لو مش في مجالك. لو الترند مش في مجالك بطل كسل واستخدمه، حتى لو تعمل فيديوهين ثلاثة عن الترند ده هيبقى حاجة ممتازة جدا وهتجيب مشاهدات كتيرة جدا، حتى لو مش في مجالك، خد بالك قوي من دي، حتى لو الفيديو ده مش في مجالك، المجال ده مش مجالك نهائيا، اعمل حتى فيديوهات حاول تقربه حتى من مجالك وتعمل فيديو. حتى الناس التك اللي كانوا عايزين يعملوا فيديوهات عن ببجي ويركبوا الترند عملوا فيديوهات عن التريجر وعن الجيم باد بتاع ببجي وعن ازاي تكسب وتطلع مركز اول وحاجات كده عن ببجي وشوية نصايح، دي الحاجات اللي عملوها. لكن ابن سوريا كان بيلعب لانه اصلا جيمر، فبالتالي هو اتشهر وهم برضو اتشهروا،
لكن طبعا هو اكتر بكتير. ولكن بغض النظر عن كده فالاثنين برضو جابوا مشاهدات نفس الحوار يعني. يعني النصيحه اللي تاخدها من الفيديو ده، يا ريت لو اي ترند جاي اي حاجه زي كده يا ريت تستخدم الترند ده مباشره، وبطل كسل، تبطل كسل وتستخدم الترند ده مباشره. اعمل حتى لو مش في مجالك اعمل عنه فيديو 2 3 بالكتير، وبعد كده سيبه مش مهم تمام. ولكن لو الفيديو ده في مجالك اعمل كل يوم فيديو عنه كل يوم. لو عندك سلاسل تانية محتاج تعملها اعملها معاه مفيش اي مشكلة، ولكن كل يوم ما تقطعش يوم عن الترند ده لو في مجالك تمام. شكرا جدا ليكم على مشاهدة الفيديو الاخر. يا ريت برضو ما ننساش نوصل الفيديو 700 لايك، فدلوقتي ابدأ بنفسك وانزل اعمل لايك للفيديو. لو كنت اول مرة تشوفني اشترك في القناة دي، واشترك في قناتي التانية هتلاقيها في اول لينك في الوصف. افتح كده الوصف، افتحه دلوقتي يلا، هتلاقي اول لينك تحت اضغط عليه سبسكرايب، فعل الجرس، بس كده كده هتكون اشتركت في القناة الجديدة. اول ما ينزل عليها فيديوهات هتلاقي فيديو وصل لك مباشرة، متنساش تفعل الجرس، بس كده. شكرا جدا لك عم شوف الفيديو الاخر، واشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.